اذا هو مقتنع انه انا ممكن اعمل شيء اضرب ضرب بالمانتي بيكون هو كثير غلطان. 5000 رشه ملح. 5000 اخذت تاكسي. لو انا تاكسيست اوكي تاكسيست اوكي عن جد بطلعك ببلاش الله يخليك كل يوم وبقعدك قدام بتعرفي قد ايه بعمل مصاري بتعرفي قد ايه قاعد عالم ورا بصير بوسطه ورا اوكي طيب وين صرنا شاف اللي ما كان معنا صار معنا انا هلا قبل ما نطلع بريك شو عملت حطيت ملعقتين كبار من رب البندوره او معجون طماطم مع كبيتين من مرقه كمان الخضره فوق بعضهم عم يغلوا تيعملوا لي صوص حلو منتبه الملح والبهار لانه رب البندوره بيكون شو؟ بيكون مرور عنده مروره مر مرور شو هيك؟ عم جرب لك انه انا بعرف بالاكل عالم الصباح بيتفرجوا علينا الصبح صح وبيتفرجوا علينا بعض الظهر بكل انحاء امريكا ما بيكون فيها بس مروره بس باللغه العربيه مش بالصيني يعني باليابان ما قالوا دعوه فينا باليابان ما مؤمنين على فرق كيف مش مشاهدينا هلا ذكريني بعدين بدي اقول هابي بيرث داي لشخص انت كل يوم عندك هابي بيرث داي لحدا ما خلص بس اليوم شغله مهمه شغله مهمه ماشي اوكي رح اطفي شوي صغيره تحت رب البندوره وننتقل انا وياك اوكي تفضلي انا هلا هون ما ادري منين جاي انت وين كنتي هلا نعم انا اوكي حطي هون مارليس. اوكي اللي انا بدي اعمل لكم انا العجينه اللي عملناها اللي ما كان معنا صار معنا وهلا بتشوفوا كمان الحشوه كمان والوصفه والمقادير كلها رح تطلع قدامكم على الشاشه اللي هن عباره عن 2 كوب ملط طحين مع 4-5 ملاعق من زيت النباتي مع كميه من المي حسب الحاجه حتى ما بقى تلزق على ايدنا العجينه أوكي. وشويه ملح معي؟ انا معك نرجع مي طحين ملح وبس معك قلنا طحين ملح ومي وزيت اربع شغلات اوكي لكن هون لكوينا رح نيجي نقطعها ليك رح ناخذ منها شقفنا ما رح ناخذ كثير اوكي طلع طيب. كيفها طعني على الطريقه هيك توت ويت. يا سلام الوت ويت مثل ما كتبت توت لك وهون ما في شيء معك في شيء ابدا ما في شيء بنجي لهون بنبلش نحن نمد العجين طلعوا شو حلوه كمان هون ارتاحت نطفي صغيره لو ترتاح اكثر بيكون احسن للجميع طلعي هلا هون شو حلو هيك طلعي كمان العجينه كيف ما تخافوا منها شفتي كيف ما بتلزق انت شو عملتي هون ليه عملتي هيك ما بتلزق انت هيك هلا انا عم نحكي بتلزق ايه ما بتلزق هي على الطاوله ابدا بس نحن بدنا ننتبه شوي شوي اوكي وبده يكون كمان عندنا الشوبك كمان مش موسخ عندنا طلعي شو حلوه العجينه بنرجع كمان شيء لذيذ بنمدها هيك بنجي بنمد العجينه قد ما بدنا تكون رقيقه نحن مش ضروري تكون رقيقه 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 بس انه رقيقه رقيقه يعني اثنين رقيقه 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 رقيقتين اوكي ليكي هون اوكي ليكي شو حلو كمان رح نرجع نبرمها حتى نشوفوا قدامنا كمان انه قديش نجاحها وهلا عجنتها عم بحكي جد اوكي مزبوط مزبوط اوكي ليكي كمان ها ليكي العجينه كيف بنرجع افتحها كمان شوي صغيره قد ايه بدنا يعني قد ايه بدها تكون تبع مو ضروري يعني ها طلعوا هون وانا شو بعمل هلا هون مشان اخذ الشقف الحلوين تبع المنتي لازم انا ما تطلعوا زيكزاك لازم يطلعوا حلوين شو بعمل انا هلا هون بيجي انا باخذ هيك مثلا تنقول يا شيف شادي بيجي بعمل انا هيك اذا بدي هلا فيني انا ما اعمل هيك اوكي بس انا حتى نفرجيهم كيف فيهم يشتغلوا طلعوا هون بس عملناها هيك هو برجع بعجنهم انا برجع هلا بمدهم ما عندي مشكله طلع فيك تعمل فيها غير طلعت فيني اعمل فيها سمبوسك فيني اعمل فيها اللي بدي اياه فيني اعمل فيها في شيش برك من دون اي مشكله طلع شو عملت انا بالعجين المتبقي برجع بعمل هون البول تبعيتي ليكو شو حلو ليكو هون شفت شو حلوه وبنجي نحن هلا هون اوكي شفت عم يدقوا لنا على تليفون تاكسي في عندي طلبيه اوكي ليكو هون شو حلوين بشي انا بلش نا ناني ليكي كيف حلوين شو رايك بالموضوع روعه هي صغرناهم كثير هو شو يطلعوا هول بشرفك هول كتاكيت هودي صغار ايه كبر كبر فينا نكبرهم شوي قد ما بتكون هيدا علامه انه فينا نكبر وفينا نصغر ما هيك يعني. طلعي كيف اوكي هون كمان هيك ما تقولي لحدا روحي طلعي بالفرن شوي صغيره على المنتي الموجودين بالفرن بقى هو دخلك تنعمل أوكي. كمان بتنسلق مش بس 100% هلا بدنا نسلقهم كمان كيف الوضع؟ اوه كيف فرجيني؟ فينا ندوق حبين؟ لا ميرسي اوكي جينا لهون هلا انا هلا بدي اياه منك وانت لابسه كفوف انا رح هلا من دون كف ليك شو رح اعمل اخذ شوي صغيره من اللحمه طلعي هلا هون بتحطهم على كل وحده وعلى كل وحده ليك وانا انا عارف شو عم تعمل عم تلهيني فيه يلا يلا تروح انا اعمل صلصه لبن طلعوا شو عم بيصير ها كل وحده طيب. بلشي انت هلا بلشي اربعه بالعرض خمسه بالطول واربعه فتنا حيطان اوكي لكن شفنا العجينه تعلمنا الحشوه وهلا عم نشوف رولك كيف عم تحط شوي شوي من اللحمه بقلب كمان الحشوه كبيرة هلا معلش حتى اذا كانوا كبار بعدين نحن عم نعملهم هلا بتشوفوا كيف نحن لانه العجين كثير حلوه
حتى لو فيها كتير من الحشو نحن ما عندنا مشكله. نحن المهم ندوق بالنهايه حتذكرك. ليكي شو بدنا نعمل هلا هون، اوكي؟ هلا لو انه جوزيف محلك يا بي شو كنت عملت فيه. اوكي. هلا هون ليكي شو حلو؟ رح نجيب من الثوم، رح نعمل صلصه اللبن، رح تكون صلصه اللبن شوي صغيره كمان يا احبائي، جامده. اوكي؟ بجي انا بحط حص من الثوم، حلو كثير. شوي صغيره كمان هون من الملح. هاي لشو؟ بتطلع وراي، باردون 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 شوي. بلشنا ناخذ اللون الحلو، يا سلام. رولا شو؟ اذا احترق المنتي حق عليكي، فانت بدك تكوني المسؤوله الاولى. بدي نظرتك انا؟ تعد هون تتبرد. كانوا معدودين. اوكي. مثل الصنوبر كل وحده. لكن شو كنت انا عم بعمل؟ لكن حطينا هيدي تحتها حتى ما نطلع دج كثير، وحتى كمان اوكي يصير في عنا مثل تقل تحتها بهالطريقه، فينا نشتغل. ونجي على التومات، بندق هالثوم الحلوين من هيك مع الملحات الحلوين، ونجي نحن هلا منضيف كمان عليهم من اللبن، وشوي صغيره من الملح، وشوي صغيره من البهار الحلو، وشوي صغيره كمان من السماق. طلعوا شو حلو هيك. هلا بنروح كمان على اللبن، بناخذ كمان، طلعي اللبن، طلعي الزبادي. يا سلام. اوكي؟ طلعي كيف على التومات بهالطريقه. يا شيف شادي هون كمان شوي. ولكن شو رح اعمل؟ رح اجيب شويه ملح هيك، شوي كمان من الفلفل الابيض هيك، وشوي صغيره كمان من السميق. شوي شبرك. وبجي كمان هون كانه شبرك. لكم شو حلوين. انا اللي بدي اعمله بس هون على المنتي بحطوا اللبن بارد. صح مزبوط. لك شو صار انا عندي هلا هون. هلا نحن بدنا نقدمهم بعد شوي صغيره بطريقه كيف بيقدموا المنتي. مزبوط. لكن عندنا الصوص الاولى اللي عملناها هي رب البندوره مع المي، فيها تكون كمان يا رولا صلصة بومودورو، يعني فيها تكون نعمل صوص بندورة من البندورة الطازة. أوكي. مش ضروري بالبندورة، بس انه بهالطريقة بنكمل نشتغلها بطريقة سريعة. نقصهم يعني ومنقص السلة. نقص ايس، فينا نحط جزر، فينا نحط كرابس، فينا نحط بصل مع الزيت، مفرومي ناعم، صعبة. بندورة، بعدين حبق، ويكون عندنا صلصة دي بومودورو بتعقد مع حرب بالبندورة. أما بالنسبة لللبن، كمان فينا نستعمل اللبن من دون أي إضافات إذا حدا بده. يعني من دون ما نضيف لها ثوم، من دون ما نضيف ملح وبهار وسماق ونعنع يابس وهالشغلات كلها، من دون من دون. هي اطيب طعامنا، اطيب. اوكي؟ يا سلام يا سلام. بس انا اشوف الاشياء عم تحمر. يا سلام. نحن بس نشوف هيك. لا شوفي كيف جاي لعندك انت بعد ما عملتي شيء، بعد ما عملتي ولا وحده. سوري. ليكوا شو حلوين، ليكوا كمان شو حلوين. فينا نحطهم هذاك هون. طلعوا شو حلوين بيعقدوا. اللي رح اعمله انا، رح اعمله انا شغله كثير حلوه. رح اجي هيك، رح احط هون، ورح احطهم هون المنتي. شايف؟ انا لازم اقدمهم هلا. شفت شو حلوين؟ لازم اقدمهم انا هلا. يعني هلا انا شو بعمل؟ بجي بحط عليهم صلصه البندوره واللبن وباكلهم. ايه. كما انه كل واحد بيشيل الحبوب اللي بده اياهم بحطهم قدامه بالصحن. ايه. هابي بيرثداي تو يور جو. عيدي وراي. Happy birthday. Yorgo. Happy birthday to Yorgo Seba. Happy birthday to Yorgo. ينعاد عليك يا يورجو. اليورجو اليوم من الشباب اللي بعدهم باعمار صغيره بيحضروني كل يوم، اذا ما كان الصبح بعد الظهر، واذا ما كان بعد الظهر، واذا ما كان بعد الظهر على اليوتيوب، واذا ما كان على اليوتيوب ما بعرف وين، يمكن بسجل الحلقه ما بعرف. المهم حافظ كل شيء. ينعاد عليك يا يورجو بالصحه والعافيه، وسلم على اصحابك اللي عم يتغدوا معك اليوم كمان الظهر، دائما هيك بيراسلني وقصص من هالنوع، شغلي كمان كثير حلو. اوكي يلا. اكلتي حبتين طالعين من قلبي. معلش من قلبي. يا ما اكل هلا. اهم شيء بالعالم قبل ما نقدم، لانه عرفنا الموضوع هيك، اذا انا هلا رولا حاولت انها تزيح شوي صغيره على الشمال، فانا بس فرجي احبائنا المشاهدين كيف نصنع المنتي. تفضل. ليكو كيف؟ بنشيل هون العجينه، طلعوا هيدي كمان هون اللحمه عليها، بنسكر من هون، طلعي، وهيدي بنسكرها من هون، وصاروا عندنا صغار شختوره. اوكي حطيناهم هون. ليكو بدو كمان عندنا وحده هون، طلعيها هيدي كبيره مش هيك؟ صح. بنجي نحن لهون بنسكرها هيك، انت بتعملي مثلي بس شوي، ليكو كيف؟ ها؟ وبنجي نحن بنكبسها هيك شوي صغيره، طلعوا لا لزقت ولا شيء. ومنجي نحن يا شيف شادي هيك اكبر شوي صغيره، طلعي كيفي هون مثلا نزيح شوي، لكن كيف هون العجينه كمان نحن هون بنجي بنعملها مثل الشختوره.
اوكي طلعوا كيف نجي نحن هون طلعوا شو حلوين صح وكمان هودو المنتي حلوين هيك ايه برافو عليك خليهم واقفين ما يناموا اوكي نزلكي كمان تعمل واحدة تاني كمان هون بنرجع بنعملهم بهالطريقة هيك طلعوا كيف شايفين ايدي كيف بنرجع بنبرمها اذا بدنا وبنجي بنعمل هيك يعني هاي طريقة كتير بيتوتية يعني حلوة كمان هلا بدنا نعملهم نسكرهم شو بنعمل؟ بناخذ العجينة هيك مع اللحمة طلعوا بدنا نسلقهم لان بنغطي هيك بنسكر هون شايفين؟ سكرنا برمنا سكرنا مزبوط؟ لك كيف نسكري؟ بنروح لهون هيك بنجيب العجينة بنسكرها بنجيب هيك وهيك وهيك صار عندنا اياها شو حلوة مسكرة بنحطهم هون حلو كمان بدك نعمل هاي المحشية كتير بس انت بتقولي بتطلع لحمة لبرا ايه بنشوف نحن هلا تطلع لحمة لبرا وين المشكلة؟ انت حشرتيها كتير اوكي؟ نرجع بنجيب هون نسكرها حطي هيك اللحمة حطوا لجوا شوي وبنجي بنسكر هون العجينة هيك نسكر العجينة هيك على بعضها على القد على بعضها ليكي كيف؟ أيوة وطلعت معنا العجينة فينا بس انت حشرتيها كتير اوكي؟ ايه حشرتها بس انه حطيني هون مع بعضهم حلوين نرجع كمان هوني هيك برافو شاطر نرجع نعمل وحده هلا ليكي كيف بدي اياكي تعملي وحده انت لوحدك يلا سكريها من الاربع ميلين هيدي وحده هيك منسكرات طلعوا كيف هيك صغار هودي المنتي الزغرورين الحلوين اللي عملناهم وهون كمان بدنا نعمل بدنا نعمل عمليه المسكره بس من الاربع جوانب المثلث خلينا نقول اول شو مثلث طلع طلعت نجمه اوكي طلعوا كمان شو حلوين هون سكرنا نحط هيك اللحمه كمان جوا سكرنيهم على بعضهم لكي كمان كيف وهلا انا هون عندي المي عم تغلي اللي انا بدي اعمله رايح اسلقهم بالمي اللي عم تغلي هيدا المي انا عم تغلي انا عندي اياهم هون يا سلام المي عم تغلي تشبه كل شيء للي عملته طلعي ها اثنين مشونه ثلاثه يعني نحن فينا كمان نفرجي كذا طريقه طلعوا شو حلوين يا سلام يا شيف شادي بس تعمل هالشغلات هيدي هون كمان هلا كمان بعد شوي بنلاقيهم كمان استويوا كلهم صار عملت شيء وحده ما تشوفها اوكي بس. ما تشوفها طلعت شو طلعت لوزونج اوكي طلعي كمان هون طلعنا هلا اخر وحده حلوه هيك بنسكرها هيك لانه ليش نحن يعني اللي بدهم ينحطوا بالمي لازم تكونوا لازم مسكرين ما لازم تكون الحشوه برا طلعي اما اللي بالفرن فيهم كمان انتبه للفرن يكونوا هيك انتبه بس انه افضل يكونوا مفتوحين لانه شكلهم كثير حلو لك وين هون رح ننزلها بهالطريقه هلا بالنسبه لتقديم الطبق اوكي نحن اللي بدنا نعمله هون رح نجي نحن على هالصينيه الحلوه بتقدم الطبق رح انا انزلها هلا هون والكاميرا اكيد معي ليكو شو رح يصير بتقدمي لعندي انا بتقدمي لعندي انا وانت انا وانت في شو شيل هو خلاص خلص ليكو شو حلوين رح نبلش فيها طلعي كمان الصوص طلعوا كيف الصوص هيك عليها يا دلي طلعوا الصوص الحلوين كمان فينا نحطهم بصحون بس انا حبيت انه نكون عيله قاعدين وفي تنقول يوم اكله المنتي على الطاوله وفي اشخاص بعرف انه بيحبوا يعملوا رز حدا ايه بعرف اوكي وكمان هلا بس هي اصولا بلا رز وهلا عندنا كل مشاهدينا الاربع عم يتصلوا عم يقولوا لي يا شاطر يا شيف شادي حابينك اليوم اوكي هلا هون لقيتوا كمان اللبن الحلوين يعني اللبن الحلوين شوي مش انه بتغطسهم لا 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 بس بس ما بتغطسهم يعني كلهم لا لفوق لا 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 لكن كيف كمان في عالم ما بيحطوا صلصه بالبندوره بالخالص يعني انتبه نحن عم نعطي كذا شوا اوكي طلعوا كمان كيف اللبن لبن 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 طلعوا 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 طلع اوكي هلا في هلا اكيد اخواننا الارمن بيسموه يمكن المنطي مش المنتي اوكي بس هي بتطلع بس المنتي اوكي اذا واحد اليوم لانه اليوم نحن في عنا كثير من طبخات منعربه معك صح بطريقه لك كيف هون رح خلي شوي هيك من شايفين حلوين وهلا هون قولي لي قديش طيبين هيدي شوكي هون يعني انا بعد بلا ما احط الصوص كانت روعه اوكي بدي محل في لبن هيدا لبن لك شو هيدا لك مش لبن مزبوط جو إذا بتحكي كلمة أنا بعرف مش طيبين إذا بتحكي فتفتحي تمي بكلمة إذا بتجيبي سيري إذا بتقولي إذا شغلة بنزلك على الطريق شو طيبة لا أوكي بعقد ليكو كمان هون وأنا هون رح أجي أنا هون أقول ليكو واحد ليكو اثنين بعد عندي بس أعطوني ثواني 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 يا ماما مش ليكو شو حلوين بس هيك أنا عم أقول الثواني بدكم تعطوني إياها هي ليكو وين رح أنا أجي ولع هون النار أوكي وأجيب هيك مقلي صغيرة وشيل بس انا هون صلصة بندورة هيك طلعي هيك شوي صغيرة
وشيل كمان المسلوقين، بس بدي طلعهم بس من النار وانا خلصت حلقتي. طلع المسلوقين لك شو حلوين. بسرعه؟ ليك ما دغري لك لكن بس بدي اكثر من هالوقت. ابدا ابدا، هلا انا بدوق وحده. وين الشوكي؟ وين الشوكي؟ وين الشوكي؟ وين الشوكي؟ وين الشوكي؟ لكن اليوم مع وصفه بتعقد ارمنيه كمان حلوه كثير، ان شاء الله كلكم تكونوا كمان تعلمتوها. نحن هون عم نشتغل كانه نحن عم نعمل شيش برك بتعقد. انا رح اقرا عنك، بتعقد بتجنن. ولقائي لقائي بكره معكم، قولوا ليورجو كمان سبب عن جديد كمان عاد عليك، وانا اعطيكم بكره بحلقه كمان اجمل من اليوم. باي باي. صحتين. صحتين. اوكي، على كل حال انا بدي اودعكم، ان شاء الله تكونوا اليوم استفدتوا من كل الفقرات اللي قدمناها لكم، وكمان لبكره رح يكون في عنا ساينس جديد كمان، وبشوفكم بكره. انا بشوفكم نهار الاحد. يلا باي باي.